المؤلف من 20 سيارة خرجت من مدينة أريحة باتجاه مدينة إدلب لمؤازرة قوات النظام داخل مدينة إدلب. قامت كتائب الثوار باستهدافها بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وهناك إصابات وقتلى عبد الله في صفوفهم. نعم عبد الله لو سمحت لي، هل الهدف هو دخول مدينة إدلب من قبل جيش الفتح أم ماذا؟ بالتأكيد سيدي، يعني إعلان تشكيل غرفة عمل هي معركة إدلب وتوحد كبرى الفصائل الموجودة في المنطقة تحت مسمى جيش الفتح كان الهدف منه هو تحرير مدينة إدلب والمناطق المحيطة بها بعد تحرير الحواجز التي تحيط بمدينة إدلب. نعم عبد الله، لكن محافظ إدلب خير الدين السيد لدي هنا تصريح قام به لوكالة الصحافة الفرنسية، يقول إن المقاتلين لن يتمكنوا من التقدم قيد أنملة داخل إدلب، يبدو واثقا. يا سيدي، يعني الثوار تمكنوا خلال يومين من تحرير أكثر أو السيطرة على أكثر من 20 حاجز على أطراف مدينة إدلب. تحرير هذه الحواجز سيكون بوابة لدخول مدينة إدلب، وكما ذكر يعني قبل قليل كانت هناك أنباء تتحدث عن دخول الثوار إلى داخل شارع 30، هذا الشارع الذي يقع في الجهة الشرقية أو الغربية عفوا من مدينة إدلب، وهو بداية لدخول مدينة إدلب. نعم، شكرا لك عبد الله الجدعان في إدلب، شكرا. في موضوع آخر.